رياض عطية مدير عام مساعد لمركز النهوض بالصادرات يحتفل المركز اليوم بعيد ميلاده 42. المركز شهد تطور ملحوظ خلال السنوات القادمة. حبيت نذكر المركز بدأ بمكتب صغير في إطار جامعة التصدير بنهج ألمانيا في أوائل سنة 70. اليوم المركز خذا حجم آخر من حيث العدد ومن حيث الكيف كذلك، فيه 170 عون وإطار، نسبة التأطير 50%، وهذا مؤشر إيجابي. هو بالأساس مركز خبرات، ما نساوش دور المركز في النهوض بالصادرات. الصادرات التونسية تمثل محور أساسي للاقتصاد التونسي. اليوم التصدير يمثل 38% من الناتج الداخلي الخام. في السبعينيات بدينا بعض ملايين الدينار، اليوم تونس تصدر في قطاع الخيرات برك 28 مليار دينار، واحنا الاهداف تاعنا من الى سنه 2000 ان شاء الله نبلغوا 35 مليار دولار. هذا باش مجهود الجهاز التصديري، لكن الجهاز التصديري يلزم دعم واحاطه، والدعم والاحاطه المركز يوفرها له بفضل خبرته، بفضل اطاراته، بفضل شبكه التمثيل التجاري بالخارج، بفضل عزيمة جميع الأطراف اللي تعمل معها المركز وشركاء المركز من هيئات مهنية، من غرف تجارة، من وكالات أخرى مماثلة. نحب نثمنوا ونرحموا كذلك على زملائنا اللي توفاوا اليوم بمناسبة، باش نترحموا عليهم واللي ساهموا في بناء هذا المركز العريق. ونتمناو للإخوة الإطارات اللي هما مازالوا شبان مسيرة أفضل، ونتمناو للمركز معناتها مسيرة أفضل وإشعاع أكبر.